بعد تغطية الإخبارية لمعاناة منصور الشراري من إفراط بالسمنة ومناشدته بطلب علاجه وعليه أيضا تفاعل عدد كبير من المستشفيات لقبول حالته، اليوم السبت حيث سيتم نقله إلى مستشفى الملك خالد الجامعي في العاصمة الرياض لتبدأ رحلته مع العلاج. لمتابعة آخر التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم معي من القريات مراسلنا نايف الفندي. نايف مساء الخير وكل عام بخير وتحية طيبة لك. نايف حدثنا عن حالة منصور، ما الجديد لديك وأيضا عن نقله وكيف كانت مشاعره بعد أن نجحت هذه المناشدات؟ اهلا فيصل، كل عام وانت بخير ان شاء الله، انت وكل الساده المشاهدين ان شاء الله. اكيد وانا اتواجد في مطار القريات يعني اقدم الشكر لاداره المطار اللي سهلت لنا الدخول هنا، على راس الاستاذ خالد السيف مدير مطارات الشمال طبعا، والاستاذ رواف الرويلي. اما عن منصور طبعا بعد معاناه دامت طويلا مع السمنه المفرطه التي تعدت 400 كيلو جرام، يبدأ اليوم منصور طبعا مشواره نحو عالم النحافة إن شاء الله والرشاقة والرجوع للحياة الطبيعية بإذن الله. ساعة وأربعين دقيقة يعني ستمضي و 1500 كيلو متر سيقطعها يعني منصور عبر هذه الطائرة من خلفي التي وفرتها حكومتنا الرشيدة أدامها الله لنقله إلى العاصمة الرياض ليتنوم في مستشفى الملك خالد الجامعي كما ذكرت طبعا، ليبدأ الخطة العلاجية المقررة لتخفيف وزنه إن شاء الله. منصور طبعا عانى كثيرا وعانى أهله معه طبعا، لا حركة طبيعية ولا نوم هانئ ولا راحة في التنفس ولا حتى خروج من المنزل. اليوم هو مبسوط ومرتاح، سيبدأ رحلة العلاج هذه. ممكن نأخذ مشاعره أيضا معنا الأستاذ مدالله الشراري مدير إدارة الرعاية المنزلية. تفضل الأستاذ، هو المشرف على حالته طبعا والمتابع في صحة القريات، حدثنا اليوم كيف منصور، كيف طريقة النقل تتم؟ ولله الحمد بعد مناشدة تمت من قبل المواطن منصور تم الاستجابة من حكومتنا الرشيدة ممثلة بمولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، وتم نقله جاري نقله الآن إلى مستشفى الملك بناء على رغبته مستشفى الملك خالد الجامعي لإتمام عملية إن شاء الله على أكمل وجه. كيف مشاعره؟ كيف رصدتها؟ احنا ما قدرنا نصور معاه اليوم. مشاعره لا توصف، ويشكر والله ومبسوط جدا وفرحان ومتمني بعودته باسرع وقت الى حالته الطبيعيه ان شاء الله. جميل جدا، كيف الاجراءات النقل ان شاء الله متيسره؟ ولله الحمد بفضل توجيهات ودعم مدير عام مطارات الشمال الاستاذ خالد السيف تم تسهيل كافه الاجراءات لنا على اكمل وجه ولله الحمد، لما كما ترونه على اكمل وزوره تم الان نقله باسهل الطرق ان شاء الله. استاذ مدالله مقبل يعطيك العافيه، شكرا لك، يعطيك العافيه. فيصل طبعا مثل ما تشاهد هذه الطائره الان يعني تستعد لنقل منصور ان شاء الله الى الرياض، وان شاء الله ان اموره راح تتحسن وراح ينحف ان شاء الله وراح يكون انسان طبيعي جدا، والكل متفاعل معه في مواقع التواصل وفي اهالي القريات ايضا وفي كل مكان، فندعو لها ان شاء الله بالشفاء العاجل. وقناة الإخبارية إن شاء الله راح تكون في زيارة له في المستشفى بعد إجراءه العملية إن شاء الله ومتابعة من قبل قناة الإخبارية، يعني هذا ما لدينا يا فيصل طبعا. الله يعطيك العافية نايف، شكرا جزيلا لك وللشباب خلفك أيضا، وتمنياتنا إن شاء الله لمنصور بالشفاء إن شاء الله والاستمتاع بحياته بعيدا عن السمنة. شكرا جزيلا لك نايف.